بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم باشمهندس محمد عادل البطل. ده تاني فيديو ليا. في اول فيديو لو تفتكروا كنت اتكلمت عن ازاي تسطب بروجرام الساب، واتكلمت عن الحاجات اللي انت ازاي اشتغلنا على مسألة سيمبل بيم لحد ما جبنا المومنت والشير والنورمال وخلصنا. ده تاني فيديو ليا. الفيديو ده انا هتكلم فيه عن ايه؟ الفيديو ده انا هم في الاكزامبل ده هو بيقول لك ايه. For the shown beam, draw the bending moment and shear force diagram. معايا بيم كونتينيوس، اول سبان يعني حد اتنين، ده 5 متر وده 4 متر. السبان الاولاني 5 متر والتاني 4 متر، وعايز اعملها موديلينج. تمام. زي ما اتفقنا قلنا ان اول حاجة في الموديلينج، ان انا احط الجريدز عندي. مبدئيا انا قلت لك ان دي بيم، فانا هرسمها برضو بنفس الطريقة، ان انا هيبقى معايا البيم دي هتترسم في اتجاه الاكس والزد. تمام. عايز احط اول حاجه الجريدز اللي هي في اتجاه الاكس. مبدئيا عندي ادي جريد هنا عند اول سبورت، وجريد هنا عند تاني سبورت، وجريد هنا عند تالت سبورت. المفروض انا هحتاج هنا جريد رابع، بس حاليا انا مش هحطها، وهفهمك احنا ليه بعد كده هنحتاج نضيفها، وعلمك ازاي تضيفها. اول حاجه انا كده اول جريد عندي دي عند صفر. حلو. تاني جريد دي بعديها ب5 متر، تالت جريد دي بعديها بعد مسافة عند 9 متر. تمام. تمام. خلينا نبدأ أول خطوة. أنا ده الموديل عندي، هقول فايل نيو موديل. أهم حاجة أتأكد إن اليونت عندي كيلو نيوتن ومتر، وأفتح بلانك وأقفل تاني شاشة وأجيب الفيو بتاع إكس زد. أول حاجة رايت كليك، إيديت جريد داتا، موديفاي أند شو سيستم. تمام. ايه الاكس كوردينتس اللي عندك؟ في حاجه هنا انا مش شرحتها لكم مش المره اللي فاتت، هشرحها المره دي. ايه هي؟ بيقولك display grid as ordinates او spacing. الاوردينتس دي ده معناه ان انا هدخل له الجريدز ازاي. ده معناه ان انا هقول له، ان انا عندي جريد عند صفر. تمام. دي اول نقطة. بعد كده جريد عند 5 متر، بعد كده جريد عند 9 متر. تمام. اللي هو بيعمل كوميوليتيف للسبيسنج. طب ايه معنى ان انا ادخلها سبيسنج؟ معنى ان انا ادخلها سبيسنج هتقول له جريد عند 0، وجريد عند 5 متر، وجريد التالتة عند 4 متر. دخله المسافات، يعني اقول له دي 5 متر ودي 4 متر، وهو بيفهم ان هي ايه، بيفهم ان دي السبيسنج، فانا بدخله مسافه ومسافه. تمام. تعال نطبق الكلام ده. انا اخترت هنا اوردنس. ايه معنى ان انا مختار اوردنس؟ ده معنى ان انا لما هبتدي، ثانيه لان البروجرام معلق، ثانيه واحده، فانا مختار هنا اوردنس. اول حاجه هبتدي عند اوردنس 0، بعد كده 5 متر، بعد كده 9 متر. تمام. ليه 0 بعد كده 5 متر وبعد كده 9 متر؟ زي ما قلت لك ان انا باخد مسافة كوميوليتيف ما بين السبيسنج. فاول واحدة عند 0، بعد كده 5 متر، بعد كده باخد مسافة كاملة 9 متر. لو هتحطها سبيسنج هتقول 0، بعد كده 5 متر، بعد كده 4 متر. تمام. بعد كده هل انا عندي اي حاجة في الواي جريد؟ ما عنديش اي حاجة في الواي جريد، فخليها بزيرو. والزد جريد برضو ما عنديش اي حاجة، خليها بزيرو. تمام. واخلي دي اوردنت زي ما هي، ادوس اوكي وادوس اوكي. واجي هنا اظهر الفيو اللي هو الاكس زد بتاعي، جاب لي بيم. تمام. وعمل لي ايه؟ عمل لي زي جريد هنا عند مسافة 5 متر، هتشوفها من تحت هنا، في نقطة هنا عند 5 متر ونقطة عند 9 متر. تمام. دي البيم اللي انا عايزها. كده انا ابتدي بقى ادخل على القوائم بتاعتي، نفس الحاجات، نفس المينيوز اللي انا بتاعك هتدخل عليها. هدخل على ديفاين وماتيريالز واد نيو ماتيريال، وتعمل ماتيريال جديدة نسميها مثلا ايه، كونكريت. والماتيريال دي هتقول ان هي كونكريت. الويت بير يونت فوليوم، الويت بير يونت فوليوم هنا في السؤال ده هو مش مديهولي. يعني بص السؤال ده انا مش مديك ويت بير يونت فوليوم، فخلاص هسيبها بالديفولت بتاعها.
هل مديك اي حاجه من دول تغيرها؟ لا برضو، وادوس اوكي وادوس اوكي. بعد كده ديفاين سيكشن بروبرتس فريم سيكشن، تمام. هو المفروض هنا هيبقى مديك فريم، يقول لك ان السيكشن بتاعك ده كذا في كذا. هل هو مديك سيكشن للبيم دي؟ هو مش مديك سيكشن، انا هفترض ان انا هو مدي لي سيكشن. هنفترض ان ده سيكشن 25 ودي مثلا 60، تمام. تعال نابلاي السيكشن ده، هدوس اد نيو بروبرتي. مبدئيا السيكشن ده نوع كونكريت وده ريكتانجلر. هتقول مثلا هنا بي 25 في 60، تمام. الماتيريال بتاعته كونكريت، الدبس بتاعه 0.6 والويتس بتاعه 0.25. وادوس اوكي. اوكي كده انا عملت ديفاين للسيكشن. بعد كده تاني منيون قلت لك هتدخل عليها منيو درو، هتيجي درو. هل انت عايز تدرو فريم او كويك فريم؟ طبعا انا شرحت الاثنين الفيديو اللي فات. بص لو عايز هنا في برضه درو فريم درو فريم ودرو كويك فريم، هنا نفس اللي في المنيو. انا مثلا اخليها درو كويك درو فريم، هتدوس كده وتدوس كده، كده حط لك الفريم بتاعك كده، تمام. بعد كده انا قلت لك بعد ما بتخش على درو بتخش على الساين. هتعلم على الجوينت دي والجوينت اللي في النص والجوينت الاخيره. مبدئيا عشان تحط الجوينتس بتاعتك دي السبورتس، ارجع تاني اتاكد السبورتس دي نوعها. اول واحده هنج، التانية رولر، والتالتة رولر. حد هيقول لي عرفت منين؟ بص هنا هنج بنفس الرسم، هنا في عجلتين تحت اللي هو المثلث ده معناه انها رولر، وهنا برضو رولر. ماشي نابلاي الكلام ده سهل. اول واحدة هنج، اساين جوينت ريسترينز، واختار هنج، تمام. تاني واحدة رولر، الاخيرة رولر. اساين جوينت ريسترينز واختار رولر وادوس اوكي، تمام. كده انت خلصت اغلب الموديل، يعني كانت خلصت تقريبا الحاجات اغلب الحاجات اللي انت هتحتاجها في الموديل. اهم حاجه موجوده عندك هنا او اصعب حاجه موجوده في الموديل ده هو تعريفات اللودز. يعني بص انا بقول لك ان انت عندك ديد لود. الديد لود ده عباره عن كل الحاجات دي مع بعض. اول حاجه بقول لك عندك ديد لود عباره عن 10 كيلو نيوتن لكل متر ران ديستريبيوتد على ايه؟ على البيم كلها. نحط اول لود. مبدئيا لما تيجي هنا تبص على انواع اللودز، انت عرفت ان عندك ديد لود وعرفت ان عندك لايف لود، عايزين نعرفهم، تمام. تعالى هنا ديفاين لود باترنز، وده ديد لود. خلي لي السيلف ويت ملتبلاير بتاعه بزيرو لان انا اللي هحط اللود ده. اد نيو، وبعد كده انت عملت له موديفاي كده بقى بزيرو. بعد كده ايه؟ اكتب لي ال ال هنا لايف لود باترن، واختار لايف والسيلف ويت ملتبلاير بزيرو. اد نيو لود باترن وادوس اوكي. كده انا عرفت التو لودز اللي موجوده عندي. هل البيم دي حست بيهم؟ لسه البيم دي ما عرفتش ان في لودز اصلا موجود عليها. عايزين نعرف البيم دي ان عليها لود. اول حاجه انا هعرف اللود اللي هو ايه، ب 10 كيلو نيوتن ديستريبيوتد على السبان كله. تعرفه ازاي؟ علم لي على الايه السبان كله اللي هو التو بيمز دول. هدوس اساين. اساين ايه نوع الاساين اللي انت عايزه؟ هل انت عايز هتحط لود على ادي دي اللودز، وده لو هتاساين اي سيكشن بروبرتيز اي حاجه من الكلام ده. هنا اللودز، هل انت هتقصين اللود على ده الجوينت؟ لا انا قصين اللود على الفريم. طب خلاص ايه نوع اللود ده؟ هو ديستريبيوتد ولا بوينت ولا ايه؟ انا احط لود ديستريبيوتد، تمام. هتختار ديستريبيوتد لود، تمام. ايه نوع اللود ده؟ ديد لود، تمام. اليونيفورم لود ده انا بقول لك ان انا عندك لود متوزع ب 10 كيلو نيوتن لكل متر ران ده على الزبان كله، فاختار يونيفورم لود. طب افرض اللود ده بيتغير، هشرح لك في الحته اللي بعديها. تستخدم حاجه اسمها ترابيزويدال لود. خلينا الاول ده يونيفورم لود ومتوزع على الزبان كله وادوس اوكي. كده اتحط اللود اللي هو العشرة ومتوزع على الزبان كله، تمام. تعال بص معايا ايه تاني نوع لود موجود عندك. تاني نوع لود موجود عندك مثلث كده. مثلث ده موجود على الزبان ده اللي هو الاربع متر. حاجه مهمه جدا هنحتاجها بعد كده، ايه هي؟ هفهمها لكم دلوقتي، ودي اللي هنستخدمها بقيه المحاضره او بقيه الفيديو ده كله، فعايزك تكون مركز معايا فيها جدا. ايه هي دلوقتي؟ انا لما باجي بحط اللود،
مبدئيا اختار لي الاسبان، انت عايز تحط اللود ده فين؟ انا عايز احطه على الاسبان ده. كده خلاص اتفقنا ان هو عايز يتحط، هو الاسبان ده عايز احط اللود اللي هو ب 10 كيلو. تمام. في طريقتين لادخال اللود ده، طريقه اسمها ريلاتيف وطريقه اسمها ابسوليوت. تعالوا نشتغل على الريلاتيف الاول. الريلاتيف دي اول حاجه معنى ان حاجه ريلاتيف، دي ريلاتيف ليه؟ انا بقول لك ان دي طريقه ريلاتيف للاسبان. تمام. يعني انا عايز ابتدي اصين اللود، مبدئيا عند ديستانس زيرو اللي هي هنا، اللود بكام؟ اللود بزيرو. انا هعلم مبدئيا على الفريم ده اللي هو موجود عندي في الساب، هعلم على الفريم ده. معنى انك علمت على الفريم ده ان انا بشغل على الفريم ده بس. فعند ديستانس زيرو في الفريم ده اللود بكام؟ يعني ديستانس زيرو اللود بزيرو. تمام. طب تاني نقطة اللي هي في النص، طب اللي في النص دي عند مسافة قد ايه؟ مش دي نص الاسبان؟ خلاص يعني قول لي انا عند مسافة 0.5، عند مسافة 0.5 الاسبان اللي انا بقول لك شغال ريلاتيف، اللود بكام؟ اللود ب 10. تمام. طب اخر نقطة، النقطة دي فين؟ النقطة دي فين في الاسبان ده اللي موجود ده؟ النقطة دي عند اخر الاسبان اللي هو عند مسافة 1 اللي هو عند اخر الاسبان كله، اللود بكام؟ بزيرو. تمام. عرفنا كده ايه الحاجات دي، عرفناها، انت كده فهمت الفكرة، ده الريلاتيف. تعال بقى ابلاي الكلام ده، هنابلايه ازاي على الساب؟ مبدئيا انا هعلم على الاسبان، على الفريم اليمنت او الجزء من الاسبان اللي انا محتاجه. ادي ده الجزء ده، هدوس اساين فريم لود ديستريبيوت. الاول انا كنت شغال يونيفورم لود لان انا كنت عايز يونيفورم، لا خليه اليونيفورم بزيرو. طب انا هشتغل ايه؟ ترابيزويدال. تمام. انا هناك كنت بقول لك عند مسافه زيرو اللود بزيرو، اللي هو عند مسافه زيرو اللي هي عند النقطه دي اللود بزيرو. طب ماشي، عند مسافه 0.25، لا انا مش عايز ده ال 0.25 وانا شغال ريلاتيف، معناه ان انا شغال ريلاتيف وان 0.25 ده معناه ان 0.25 الاسبان ده اللي هو ال 4 متر، يعني ربع الاسبان ده، يعني اللي هو بعد مسافه 1 متر. لا انا عايز اقول بعد مسافه نص الاسبان. تمام. عند نص الاسبان اللود بكام؟ ب 10. تمام. وعند اخر الاسبان اللي هو ب 1 اللود بكام؟ بزيرو. عند اخر الاسبان بزيرو، مش هيفرق اخر نقطة هذا مرتين، ما يفرقش معايا خالص. تمام. لان دي نفس الحاجة. خلاص تمام كده انا عرفت اللود بتاعي. حاجة مهمة جدا فوق اهي، هل انت عايز تعمل ريبليس للود ده ولا اد؟ تفرق كتير لو انا قلت اد من ريبليس. ليه؟ مبدئيا انا عرفت نوع اسمه ديد لود، وقلت ان ده ب 10 كيلو نيوتن متعرف قدامكم على الشاشه ده. تمام. لو انا عملت ريبليس هيشيل ال 10 كيلو نيوتن اللي هي دي اللود اللي انا معرفه ويحط لي اللود ده مكانه، فانا هحتاج ادوس ايه؟ اد. هدوس اد واقول ايه؟ اوكي. بص عملي، انا كنت حابب اعرف لود ديستريبيوتد ب 10 من هنا و10 من هنا، كان ايه ديستريبيوتد، وقلت لك في لود تاني هنا بصفر وهنا ب 10 وهنا بصفر. فلو تلاحظ ان هو جمع الاثنين في نص المثلث مع الترابيزويدال، فتلاقي اللود هنا ب 20. منطقيه جدا، ما فيهاش اي مشكله. تمام. ده اول لود ايه عرفته. تعالى ارجع معايا كده، بص هنكمل بنفس السيكونس. طب انا المثلث ده برضو عايز اعرفه، المثلث ده نفس الكلام ونفس كل حاجه، ما فيهوش اختلاف. تمام. بس انا هقول لك بقى، عرف لي المثلث ده عند نفس الاسبان ده بس بطريقة الابسوليوت، بحيث ان انتوا تبقوا عارفين. كل ما تعرف حاجات اكتر، كل ما بيبقى عندك بتفتح النولج بتاعتك، تبقى انت عارف حاجات اكتر، فانت مسيرك هتحتاجها. يعني ما فيهاش مشكلة انت تعرف كل الطرق، مش تخسر اي حاجة. خلاص تعالى نشتغل بطريقة الابسوليوت. انا هقول لك ان انت هتعلم لي على الاسبان ده في الساب. تمام. فين الصفر بتاع الاسبان ده؟ النقطة دي بصفر. تمام. يعني عند مسافة صفر ده بداية الاسبان، اللود بكام؟ بزيرو. انا بشتغل هنا بطريقتي الابسوليوت. طب هنا عند مسافة كام؟ هنا عند مسافة، هنا كنت بقولها عند نص الاسبان، لكن هنا بشتغل ابسوليوت فما بشتغلش ريلاتيف لحاجة، فاقول عند مسافة 2 متر. مش الاسبان ده ب 4 متر؟ يعني انا عند مسافة هنا 2 متر، اللود بكام؟ اللود ب 10. تمام. طب وعند اخر الاسبان خالص، ده اخر الاسبان ده اللي هو كام؟ اللي هو عند 4 متر. اللود بكام عند ال 4 متر ده؟
لود بزيرو. تعال ان ابلاي الكلام ده على الساب، هعلم هنا تمام وادوس اساين فريم لود ديستريبيوتد، وهو ديت زي ما هو، بس انا بدل ما ان هي كانت ريلاتيف اخليها ابسوليوت. تمام، عند مسافة صفر اللود بزيرو اللي هي اول نقطة. طب تاني نقطة، عند مسافة 2 متر اللود ب10. طب وبعد كده عند مسافة 4 متر اللود بكام؟ بزيرو. عند 4 متر هنا اللود بزيرو. طب اخر نقطة دي خليها زي اللي قبليها، عند مسافة برضو 4 متر اللود بزيرو، بحيث ان هي مش هتأثر معايا في حاجة. ده نوع ايه اللود؟ ده نوع ايه؟ نوع ابسوليوت. حلو جدا، اتفقنا. طب هعمل اد ولا ريبليس؟ المفروض هعمل اد، لان ده لود ديد وانا معرف اوريدي لودز ديد على نفس الاسبان، فتعمل اد. تمام، طب ايه المتوقع؟ متوقع مثلا هنا عند اول، وانا بقول لك هنا كده انا بحط لود، هنا هيبقى بزيرو، هنا هيبقى زيرو، يعني انا متوقع نفس الشكل ده، بس اللود هنا بدل ما بقى ب 20، بدل ما هو ب 20 هيطلع المثلث يبقى بكام؟ ب 30، وهنا ب 10 وهنا ب 10. هدوس اوكي واشوف. بص هنا الفاليو ب 30، هنا الفاليو ب 10 و10 زي ما انا توقعت، يبقى انا كده ايه شغال تمام. هل في حد عنده مشكله؟ توقع كله ايه؟ كل ده تمام. تمام، خلينا ان احنا ايه نكمل بقيه الحاجات. تاني حاجه الجزء ده يا جماعه بقى، الجزء ده الاسبان ده، الاسبان ده اول حاجه انا معرف اللود ديستريبيوتد اللي هو ب 10 كيلو نيوتن كل متر راند، اوريدي انا عرفته. تمام، طب ايه اللي هيبقى عندي فيه مشكله في الاسبان ده؟ اللود ده بقى، تعال نعرف اللود ده، هتعرفه ابسوليوت ولا تعرفه ريلاتيف؟ واحد هيقول لي انا هعرفه اي حاجه انت هتقولها، مثلا واحد هيقول لي انا هعرفه ايه؟ هعرفه ريلاتيف، ريلاتيف للاسبان. طب خلاص، عند اول نقطه بزيرو اللود بكام؟ بزيرو. عند تاني نقطه هنا تمام، النقطه دي فين؟ في ربع الاسبان، ربع الاسبان اللي هو الخمسة متر، دي ربعها اللود بستة. طب وتالت نقطة دي؟ دي تاني نقطة، دي تالت نقطة. تالت نقطة عند مسافة نص الاسبان اللود ديستريبيوتد ده بقى بزيرو. طب ورابع نقطة عند المسافة دي بقى تلات ارباع الاسبان، ودي تلات، المسافة دي كلها دي تلات ارباع الاسبان، عند تلات ارباع الاسبان اللود بستة تاني. طب وفي نقطة هنا، لو تلاحظ كده عد 1 2 3 4 5، انا عندي 5 نقط محتاج ان انا اعرف اللود عليهم عشان اعرف المثلثين دول. لو جيت للساب وعلمت على الاسبان ده ودوست اساين فريم لود ديستريبيوتد، هتلاقي ان انت عندك نقطه الثانيه الثالثه 4. ايه ده؟ يعني انا ما اقدرش اعرف حاجه يكون اكتر من 4 نقط؟ اه، انت عندك دلوقتي 5 نقط فانا مش هقدر اعرف. طب ايه العمل؟ ايه العمل؟ في عندك حل بسيط وسهل جدا. ايه هو؟ ان انا اقول لك خلاص قسم لي دي الاسبان ده، قسمه لي نصين، بحيث ان انا احط المثلث ده على اول جزء كده اول فريم، والمثلث ده احطه على تاني فريم، وهم كده كده كونكتد بعض مفيش مشكله، بس انا هقسمهم من النص. تمام، عايز اقسمهم في النص. ايه معنى ان انا اقسمهم في النص؟ معنى ان انا اقسمهم في النص معناه ان انا عايز احط جريد هنا، صح؟ تمام، الجريد دي، طب المسافة دي على بعد قد ايه؟ متر وربع. تمام، يعني عايز احط جريد في الاكس على بعد متر وربع. طب خلاص نحط الجريد ونكمل. تمام، بس خلي بالك في نقطة معايا، لا انا معلش يا جماعة يعني دي اتلخبطت انا فيها، هو انا هنا، انا هنا عايز اقسمهم هنا مش هنا، لان انا عايز اقسم اول سبان ده احط لي عليه مثلث، وتاني سبان ده احط لي عليه مثلث تاني، فانا محتاج اقسمهم هنا في النص. تمام، فتقسمهم هنا في النص ده عند مسافه قد ايه؟ على بعد 2.5. خلاص تعالى نعمل الكلام ده على الساب، سهل جدا. هتيجي على الفريم ده زي ما هو كده، هدوس ايه؟ انا الفريم ده هسيبه، انا عايز احط جريدز. بصوا يا جماعه معلش، هو ثانيه ان هو مهنج. هتيجي هنا بكل سهوله، انا هدوس كليك رايت، ايديت جريد داتا، موديفاي اند شو سيستم. تمام، لما هتيجي هنا موديفاي اند شو سيستم، انا عندي جريد عند 0 وجريد عند 5 وجريد عند 9، انا عايز احط جريد تانية عند 2.5. تمام، وادوس اوكي. اوكي، عمل ايه هو هنا؟ بص عند مسافة 2.5 في جريد بوينت.
تمام. طب وبعدين؟ طب انا لو علمت على ده، ايه ده، ده متعلم عليه كله مع بعضه. لا انا عايز اعلم عليه يبقى ده جزء وده جزء تاني لوحده، انا مش عايزه يبقى يجي بالمنظر ده. عندك حلين، اول اوبشن ان انت تعمل له ديليت وترسمه على جزئين، وده الاسهل، ان انا كنت اعمل الكلام ده من الاول تمام. بس مشكلة الكلام ده لما هتعمله ان اللود العشرة ده هيتلغي. طب خلاص انا هقول لك اللود العشرة ده هيتلغي، وانا هعرف اللود ده تاني، وبس انا عايز الغيه وهرسمه تاني من جديد. هدوس ديليت وتيجي هنا كويك درو فريم، واتعلم على الجزء ده رسم لك فريم، والجزء ده رسم لك الفريم التاني. تمام. تمام. حاجة مهمة جدا تلاحظها، ان انا لما لغيت الفريم ده شال لي السبورت من هنا، هو طبيعي انه يشيله لانه هنا مفيش حاجة السبورت ده شايلها، فتعرف السبورت تاني اتعلم عليه وتأساين جوينت ريسترينز، وتعرف ايه ان عندك هنج في الاول. تمام كده. انا عندي بقى ايه ده، متعرف على سبانين. اول حاجة امسك اول سبان، تعال نعرف عليه اللودز اللي موجودة عليه كلها. تمام. اول سبان ايه اللودز اللي موجودة عند اول جزء ده؟ اول حاجة 10 كيلو نيوتن لكل متر ران ديستريبيوت. خلاص. طب هي مش دي موجودة على الاسبانين؟ طب ما اعرف على الاسبانين اسهل مرة واحدة، اتعلم على الاتنين، assign frame loads distributed، وانا ولا عايزه absolute ولا عايزه relative، انا مش عايز اي values فوق، اخلي value هنا بصفر. وتيجي لود، انا عايز اللود ده uniform load ب10. طب ايه نوع اللود ده؟ ديد. طب ريبليس ولا ايه؟ ده انا كده كده لسه ما حطيتش حاجه، ما يفرقش معايا، خليها ريبليس. انا كده كده لسه ده اول لود احطه، ان انا لغيت الفريم وحطيته تاني. تمام. حطيت له ديستريبيوتد بالكلام ده. امسك لي بقى اول سبان. لو تفتكر انا كنت بقول لك ان انا عايز عند اول جزء ده اللي هو عند مسافه 2.5، عايز احط له دي اللي هو ب6 كيلو نيوتن لكل متر ران. الكلام ده هعمله ازاي؟ بنفس السيكونس اللي احنا كنا ماشيين بيه عادي جدا. كل اللي انا هعمله ايه؟ هاجي عند اول نقطه. تمام. دي اللود بزيرو والمسافه عند مسافه زيرو. تمام. عند مسافه زيرو اللود بزيرو. طب وهنا هقول لك بقى انت شغال ايه، ريلاتيف ولا ابسولوت عشان تحط تاني نقطة. تمام. هتقول لي مثلا انا شغال ابسولوت، انا مثلا شغال ريلاتيف، ممكن نوحد الشغل كله نخليه ريلاتيف يبقى اسهل لينا، انا شايف الريلاتيف هيكون احسن. ماشي. الريلاتيف المسافة دي كام؟ 2.5. انا بقول لك هتحط عند نص المسافة دي اللي هو عند 0.5 السبان، انا شغال ريلاتيف، فعند مسافة 0.5 السبان اللود بكام؟ ب6. تكمل بنفس السيكونس. اخر نقطة دي هتحطها ازاي؟ عند مسافة 1 اللي هو السبان كله، اللود بقى بزيرو. طب نابلاي الكلام ده هناك. تمام. تعال نابلاي الكلام ده هنا. هعلم على ايه؟ على الفريم element اللي عندي، assign frame loads distributed، وانا بحط لود ديد. تمام. اول حاجه انا مش عايز اليونيفورم لود، خليني اقولي بزيرو، ان انا احط ترابيزويدال لود، ان ده لود بيتغير عند مسافه زيرو من اللود، اللود بزيرو. تاني حاجه عند مسافه نص السبان، انا بقول لك نص السبان اللي هنا، اللود بكام؟ ب6. طب وعند مسافه، طب وهنا عند السبان كله اللود بقى بزيرو، وعند السبان كله عند اخر السبان اللود بزيرو. عيدها تاني مرتين ما يفرقش معايا. هدوس اوكي. في نقطه مهمه دي، تخليها اد ولا ريبليس؟ تفرق معايا كتير. المفروض اخليها اد، لان انا اوريدي حاطط لود ديد اللي هو ب10 كيلو نيوتن متوزع. تمام. خلينا نتوقع شكل المثلث اللي هيطلع عندك هنا ب10، وانا احط لود، بقول لك عند مسافه زيرو حط لي لود بزيرو هنا، فهنا دي هتفضل 10 زي ما هي. وبعد كده بقول لك في النص ان بقى عند نص الاسبان نحط 6 لود ب6، يعني هنا اللود هيبقى ب6 زائد ال10 يبقى ب16 هنا، واخره بقول لك عند الاسبان كله عند اخره اللود بزيرو، يعني هنا اللود هيفضل ب10 زي ما هو، يعني المثلث ده يا دوبك هيزيد بس يبقى في نصه ب16. ده اللي انا متوقعه. هدوس اوكي. بص لقيته هنا في نصه ب16، وهنا ب10، وهنا ب10. كده يبقى انا حاطط اللود دي تمام زي ما انا ايه عايزه. كده انت خلصت الاول اسبان. طب تعالى نشوف، طب هل في لودز تانية على الاسبان ده؟ طب تعالى نرجع تاني كده. تمام. عندي اللود ده كده انا حطيته. تمام. طب خلاص بيقول لك في لود هنا اللي هو بوينت لود ب35 كيلو نيوتن. طب ما تعالى نحط اللود ده. كل انت تيجي تعمله هتعلم لي الجوينت اللي المفروض انا اللود ده عايز احطه فين. اللود ده
انا عايزه احطه في نص المسافه اللي هو بين ده وده اللي هو هنا عند الجوينت دي، هتعلم على الجوينت اساين. هل ده فريم لود؟ لا ده جوينت لود، اللي انا عايز احطه على الجوينت. فورس اساين جوينت فورس. طب ده ايه الدايركشن بتاعه؟ مبدئيا ده جلوبال، تمام. ايه الدايركشنز اللي احنا بنتعامل بيها؟ انا ده الاكس وده الزد. طب انا عايز احطه في اتجاه ايه؟ انا عايز احط اللود ده كده صح. طب وده الزد طالع اهو، يبقى انا عايز احطه في اتجاه نيجاتيف زد. ماشي خلاص، يبقى تقول لي نيجاتيف 35. طب واد ولا ريبليس؟ اد، لان ده لود ديد وانا حاطط لود ديد اوريدي. تمام، ادوس اوكي، حط لي لود ب 35. حد هيقول لي طب ايه ده، ده اللودز اختفت. ايوه ما اختفت، لان انت حطيت لود جديد، التايب بتاعه مختلف. انت حطيت اللود ده على الجوينت، لما كنت بحط لودز على الفريمات كانت بتتجمع مع بعض، لكن ده حطيته على الجوينت فالباقي اختفوا. طب هل الباقي كده اتمسحوا؟ هرد عليك لا ما اتمسحوش. طب انا عايز اظهرهم، انا مش شايفهم دلوقتي. هتدوس ديسبلاي شو لود اساينز فريمز او كيبل او تندمز، وده نتيجة الديد، وتدوس اوكي. شايف جاب لك كل اللودز بما فيها اللود ال 35 اللي انت سحبت. تمام، خلينا نكمل بيت اللودز. المثلث ده تمام، المثلث ده ايه؟ المثلث ده ايه اللودز اللي عليه؟ تمام، هنحطه بنفس الطريقة. هنعلم، انا كده كده مقسم الاسبان ده نصين، اللي هو 2.5 و2.5. تمام، تعال نحط بقى المثلث ده اللودز بتاعته. ثواني هلغي دول بس عشان الشاشة تكون واضحة. انا هشتغل بنفس الطريقة اللي انا بقول لك عليها. اول نقطة دي، النقطة دي عند ايه؟ عند مسافة زيرو. اللود بكام؟ بزيرو. تمام، واللود ده انا قلت لك اشتغل ريلاتيف على طول عشان نخلص. عند نص هنا اللود ده فين؟ عند نص الاسبان. هقول عند 0.5 اللي هو نص الاسبان اللود بكام؟ بستة، لان اللود ده زي ده بستة. معلش هو بتاع الماوس بس. طب وعند اخر الاسبان، عند اخر الاسبان اللي هو بواحد، اللود عند اخر الاسبان بواحد بكام؟ بزيرو. تمام، تعال نابلاي بقى الكلام ده هنا. هعلم على الاسبان وادوس اي اساين فريم لودز، وده ديستريبيوتد لود. هل حاجة مفيش حاجة في اليونيفورم؟ اتأكدت وانا شغال ريلاتيف. خلاص انا معلم على الفريم ده، عند اول الفريم ده اللود بزيرو وعند ديستانس زيرو. طب ماشي، عند نص الاسبان اللود بكام؟ اللود بستة. ايوه انا عند نص الاسبان اللود بستة. طب وعند اخر الاسبان اللود بواحد. اه انا عند اخر الاسبان، عند اخر الاسبان واحد، ده معناه انه اخر الاسبان، يعني على الاسبان كله اللود بكام؟ بزيرو. وعند اخر الاسبان اللود بزيرو، يبقى انا كده تمام، هدوس يا دوبك اوكي. طب ايه اللي انا متوقعه؟ متوقع برضو ان هنا ب10 وهنا تيجي ب16 وهنا ب10 زي ما هي. ادوس اوكي. حد هيقول لي ايه ده، ده بقت 6. طب وانا كده هو ما اتضافش ولا اتعمل ايه؟ لا احنا كده غلطنا. ايه الغلطه اللي احنا عملناها؟ الغلطه اللي احنا عملناها ان احنا نسينا نعمل اد تو اكزيستنج لود، عملناها ريبليس. فادوس كنترول زد، جاب لي اللود زي ما هو، واعيد تاني اساين فريم لودز ديستريبيوتد. تمام، بس دي هتخليها اد تو اكزيستنج لود، ودوس اوكي. بص ظبط معايا بنفس الفاليوز اللي انا بقول لك عليها. حلو جدا، تمام كده انت عرفت ازاي هتحط اللودز. اخر لود موجود عندك مثلا، اللود مثلا ايه؟ احنا خلصنا كل اللودز اللي موجوده هنا، نطلع عند اخر لودز اللي فوق دي. المثلث ده هو نفس المثلث ده، وحطيناه على الاسبان ده وما عنديش مشكله. اللي هو المثلث ده حطيناه على الاسبان هنا ما عنديش مشكله. الشكل ده بقى، طب الشكل ده حد هيقول لي طب ده اتعامل معاه ازاي؟ ده سؤال مهم. اللود ده عشان احطه انا محتاج اخد بالي من حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ ان انا قلت لك احنا فاصلين الاسبان هنا صح. انا قاسم ده سبان وده سبان، وعامل ده فريم وده فريم. تمام، تعال نحط اللود ده بنفس الطريقه. طب اللود ده حد هيقول لي اللود ده احطه ريلاتيف ولا ابسوليوت؟ هنا انا كنت بشتغل ريلاتيف، لان دي في نص الاسبان ودي نص الاسبان، فالموضوع سهل. لكن هنا مديك مسافات، طالما مديك مسافات اسهل لك بكتير ان انت تشتغل ابسوليوت. طب اول نقطه ماشي، عند مسافه زيرو اللود بزيرو. طب وتاني نقطه، تاني نقطه دي عند مسافه كام؟ عند مسافه 2 متر اللود ب10. تمام، طب تالت نقطه اللي هي دي، تالت نقطه دي اللي هي ايه؟ اخر اول اسبان، اللي عند مسافه ايه؟ 2 متر
ونص. طب عند مسافة 2 متر ونص لينا دي اللود بكام قيمته؟ ب10 برضو. طب تعالى ندخل الفاليوز دي الاول جزء كده، ندخل الجزء ده وبعد كده ندخل الجزء التاني. تمام، تعالى ندخله بنفس الطريقة كده. احنا مبدئيا هنعلم على نسبان النسبان ده، هدوس assign frame loads distributed واخلي دي اد عشان انا منساش. تمام، عند مسافة انا قلت لك هتحط ابسولوت اسهل لك، عند مسافة 0 اللود بزيرو. قلنا عند بعد كده عند مسافة 2 متر اللود ب10، والاخيرة اخر نقطة قلناها، قلنا عند مسافة 2 متر ونص اللود بكام؟ ب10. طب هل دي اسيبها بزيرو وزيرو؟ ما يفرقش، بس لا خليها لي زي اخر رقم، يعني عند برضو مسافة 2 متر ونص اللود ب10. تمام، هي تبقى زيها، انا كده كده دي مش هتفرق معايا في حاجة، ان انا النقطة دي مش محتاجها، انا معرف اللود ده على 3 نقط بس، فالرابعة دي بحطها زي اللي قبليها على طول، ما يفرقش معايا في اي حاجة. تمام، طب تعالى نحط اللود ده. طب حد هيقول لي انت متوقع ايه من اللود ده؟ يعني انا دلوقتي حاليا انا بحط لود، انا مش عارف اللي هيحصل. انا متوقع ان اللود هنا، اللود هنا عند اخر الاسبان ب10، يعني اللود هنا يبقى ب20. لقيته ب20 يبقى انا اللود ده محطوط صح، لقيته مش ب20 يبقى اللود ده محطوط غلط، هدوس اوكي. لو جيت تقرب هتبص للفاليو دي هتلاقيها، لا الفاليو دي بص ده في 22.25 و22.4، لا كده تفهم ان في حاجة غلط. طب ايه يا ترى الغلط؟ مبدئيا انا عشان اقرب الفاليو دي عايز اشوفها اوضح، ممكن تدوس هنا وتعلم كده واعمل لها زومينج. الفكرة ان دي تو فاليوز داخلين في بعض، فانا عايز اتأكد ان الفاليو اللي دخلت هنا، عايز اتأكد ان هي صح، محتاج ان انا اتأكد. اتأكد ازاي؟ ممكن امسك الاسبان ده وادوس رايت كليك وادوس على لودز. تمام، احنا اول حاجة حطينا لود اللي هو ب10 اللي هو الثابت من اول الاسبان لاخره اللي هو في 2.5 متر الكاملين دول. تمام، ايه تاني لود حطيناه؟ اللي هو كان ب6 المثلث، ماشي، وحطينا لود تاني ب6 اللي هو المثلث التاني، ماشي تمام. طب ايه اخر لود بقى محطوط؟ اخر لود اللي انا لسه حاطه، اخر لود قالك عند مسافة 0 حط لك لود ب0، وعند مسافة 2 متر، عند 2 متر اللي هي تقريبا هنا حط لك لود ب10، وعند مسافة 2 متر ب10، يعني هو بيكمل بعد كده عند مسافة 2 متر ونص اللود ب10، يعني اذا ده معناه ان اللودز دي محطوطة صح. تمام كده يا جماعة، انا عرفت اللي هو ايه اول ترابيزويدال اللي هو الجزء ده. تمام، اللي هو قلت لك عند لود بزيرو اللود عند مسافة زيرو اللود بزيرو، عند مسافة هنا اللي هي 2 متر اللود ب10، وعند 2.5 متر هنا اللود ب10. حد هيسألني ليه هنا؟ ليه معرف عند 2.5 متر؟ لأن أنا قسمت أصلا الفريم ده من الأول نص ونص، فهنا المسافة دي 2.5 وهنا المسافة دي 2.5، قسمته على جزئين. تمام كده أنا حطيت اللود للجزء ده اللي هو أول فريم. طب عايزين نحط الفريم التاني. مبدئيا انا هاجي كده بس همسح اللودز عشان الدنيا اعرف اشرح بس فيها، وهنكمل بنفس السيكونس بنفس كل حاجة. هاجي هنا مثلا اختار بين كذا، هنا عند مسافة كام؟ ثانية واحدة، هنا عند مسافة زيرو اللي هو في اول الفريم ده اللي هو تاني فريم اللي هو 2.5، تاني عند مسافة زيرو اللود بتاعه بكام؟ ب10. تمام، بصوا فكرة ثانية واحدة بس هوضحها أكتر. عند مسافة زيرو اللي هي هنا اللود بكام؟ ب10. دي أول نقطة. بعد كده تاني نقطة هنا، طب هنا دي عند مسافة قد إيه بقى؟ هنا أنا قلت لك حط لي اللود ده أبسليوت لأن هو مديك مسافات. هنا المسافة دي عند كام؟ عند 0.5 متر من بداية اللود، ما هو المسافة دي ب1 متر، هنا 2 متر، وانا بقول لك ان ده كله 2 متر ونص، فدي عند 0.5 متر، فهتجيلي تقولي عند بعد مسافة 0.5 متر اللود بكام؟ بعد 0.5 متر اللود ب10. تمام، طب واخر نقطة اللي هي دي،
اخر نقطة دي عند مسافة 2.5 متر اللي هو السبان ده كله، اللود بكام؟ بصفر. تعالى بقى نابلاي الكلام ده هناك. قلت لك عند اوله اللود ب10، وبعد نص متر اللود ب10، وعند 2.5 متر اللود بزيرو اللي هي النقطة دي. تمام. تعالى بقى نعرف 3 نقط دول على السقف. كل اللي انت هتعمله، انا هعلم على السبان اللي هو عندي تاني سبان، assign frame loads distributed. تمام. وانتك اشتغلها لي absolute. تمام ماشي. عند مسافة صفر اللود بزيرو، وقلت لك عند مسافة نص متر اللود ب10. بعد كده لا، قلت لك عند مسافة زيرو، تعال نرجع له كده تاني. عند مسافة زيرو اللود ب10، لان اللود بادئ معايا هنا في value. يعني عند مسافة صفر، عند اول مسافة اللود ب10، لان ده او صفر اللي هي فين ده يا جماعة؟ ده الفريم اللي انا معلم عليه، صح؟ فعند مسافة صفر اللي هو اول الفريم، اللود هنا بكام؟ ب10. عند مسافة نص اللي هو بعد نص متر من فريم، اللود برضو ب10. عند اخر الفريم اللي هو بعد مسافة 2.5 متر، اللود بقى بصفر. ماشي. يعني عند مسافة صفر اللود ب10، بعد نص متر اللود ب10، عند بعد مسافة 2.5 متر اللي هو اخر الفريم، اخر الفريم اللود بزيرو. وهنا عيدها لي تاني، ان انا معرفهولك على 3 نقط بس، فانا عيد اخر نقطة دي تاني. تمام. وابسوليوت وكل حاجة تمام. اد تو اكزيستنج لود، وهتدوس اوكي. تمام. تقريبا الشكل اللي عندي ده مظبوط. بص لو تلاحظ هنا فاليو ب20، دي الفاليو اللي انا قلت لك عليها من النقطة اللي فاتت، اللي احنا مكناش قادرين نشوفها، ان كان اتنين في فاليوز، اتنين فاليوز داخلين على بعض. تمام. تمام كده انا عرفت الايه الديد لود على الايه على البيم دي. طب بص، في هنا اللايف لود. لايف لود، طريقة تعريف اللودز دي نفس الطريقة اللي أنا قلتها لك بالميلي. طب إيه اللي هيختلف في اللايف لود مثلا؟ تعالى مثلا نعرف الجزء ده. يعني تعالى مثلا نعرف الحتة دي، الأول واحد ده، نعرف شوية اللودز دول على السبان ده وخلاص. تمام. امسك لي أول سبان عند مسافة، احنا مبدئيا هنا نشتغل ايه؟ بص هو هنا في نصه، فطالما في نصه أحلى حل ليك إن أنت تشتغل ايه؟ اشتغل ريلاتيف. فاعمل ايه؟ تعالى في نفس الكلام، هنا عند مسافة صفر اللود بزيرو، عند صفر اللود بزيرو. تمام. طب وهنا؟ ماشي. هنا عندي 0.5 السبان، مش ده نص السبان اللي هو ده، لان انا قاسم الفريم اتنين، فمعايا نص السبان ده. السبان ده عند مسافة نص السبان اللود بكام؟ ب12. طب وعند اخر السبان هنا؟ عند اخر الزبان اللي هو عند 1 متر، اللود بكام؟ اللود بزيرو. طب تعال نعرف الكلام ده، هتعرفه بكل سهولة. مبدئيا لازم انا هعرف ان هو جديد من اللودز، زي ما قلت لك قبل كده، انت بتديفاين اللود وبعد كده بتعمل له اساين. طب خلاص، طب تعال نعمل ديفاين لود. ديفاين لود باترنز ولايف لود. ايه ده انا معرف اللود؟ طب جميل جدا. حد مثلا معرفوش، هتقف هنا وتخلي دي مثلا لايف لود، وتغير نوعها لايف، وتدوس اد نيو لود باتر. طب انا هنا اوريدي متعرف، مش محتاج اعمل الكلام ده، هدوس اوكي، اجنور لاست ايديت، اوكي كده زي ما انا. علم لي ايه بعد كده؟ زي ما قلت لك، يا دوبك انا هعلم بس على ايه، على اول سبان. بص هو هنا بياخد وقت معايا في عقبال ما بيلود. يعني لو في اي حاجه متقطعه من الفيديو، او في حاجه يعني ثانية أو حاجة متقطعة، دي معلش، ده ممكن هو بيعمل سيفنج أو كده، في مشكلة في الفيديو نفسه، لكن غير كده أنا متوقع إن أنا يعني الموضوع بسيط. هتعلم على الزبان ده، هتدوس assign frame loads distributed، هتغير لي اللود بس باتر، تخليه لايف لود. ونفس الطريقة أنا قلت لك دي هنشتغلها ريلاتيف. عند مسافة، أو ده مثلث هنا وهنا ب3.5، صح؟ هو ده نفس هو المثلث اهو، هنا ب3.5 وهنا ب0.0. تعال نعرف الكلام ده. ماشي. ادي ده السبان اللي عندي. عند مسافة زيرو اللود بزيرو، اللي هي أول نقطة دي. بقول لك هنا في نص السبان اللود ب3.5. تعالى هنا قول لي نص السبان اللود ب3.5 اللي هو هنا. بعد كده في آخر السبان، آخر السبان اللي هو عند النقطة دي، اللود بكام؟ اللود بكام؟ اللود بزيرو. تمام. وانا شغال هنا ريلاتيف،
add to existing load ولا replace existing load؟ هنا ما يفرقش معايا. ايه السبب ان هو ما يفرقش معايا؟ هل انا حاطط اي لايف لود قديم على الكاميرا دي؟ لا، ده اول لايف لود احطه، فسواء عملت اد او ريبليس ما يفرقش، تمام؟ لان انا لو عملت ريبليس مثلا، هو هي ريبليس ايه؟ ما فيش اي لايف لودز محطوطه على السبان ده قبل كده، اللي كانوا محطوطين دول كان التايب بتاعهم ديد. خلاص خليه ريبليس وادوس اوكي. بص حط لك اول لود اهو، تمام. في لود هنا كونسنتريتد اللي هو ب 12، هتعلم كده وادوس ايه اساين جوينت لود فورسز، تمام. وده اتجاه الزد، انا عايز احطها في اتجاه نيجاتيف الزد، فاقول ايه حط الفاليو نيجاتيف 12. طب ريبليس او اد؟ لا، في الحاله دي انت هيجاب هنا لايف في لود انا اوريدي حطيته، لا خلينا اد بقى لان انا كنت لسه حاطط لود هنا، فخلينا اد. ايه ده؟ طب ده لغالي اللود الاولاني، ما هو لغالي ان ده تايب جديد من لود محطوط عند الجوينت، لكن الاولاني ده محطوط عند الفريم. طب عايز اشوف اللودز اللي موجوده، ديسبلاي شو لود اساينز فريمز او كيبل وديد، ده في الديد. عايز اظهر اللايف ديسبلاي شو لود اساين فريمز او كيبل، وتخلي دي لايف لود وتدوس اوكي، ظهر لك اللود ده واللود ده. طب خلاص، طب ما في لود ده هنا زي ده بالظبط، خلاص اعلم عليه اساين فريم لود ديستريبيوتد، تمام. امسك لي الاسبان ده، عند اول الاسبان ده اللود بزيرو، عند مسافه زيرو اللود بزيرو. خلي بالك انا شغال ريلاتيف، عند نص الاسبان ده اللود بتلاته ونص، عند اخر الاسبان ده اللي هو بواحد اللود بزيرو. اخر نقطه دي انا مش محتاجها، بس بعدها زي اللي قبليها، ان انا محتاج معرف اللود على نقطه زي ده، اتعرف على نقطه التانية التالتة، ده برضو اتعرف على نقطه التانية التالتة، تمام. طب اد ولا ريبليس ما يفرقش، مع ان مفيش اي لودز لايف محطوط على الاسبان ده، هدوس اوكي حط لي اللود. حد يقول لي ما هو ده اتلغى، لان ده اللودز اللي اتحطت دي بتحط على الفريم، لكن اللود ده كان بتاع الجوينت. ممكن اظهرها برضو مفيش مشكله بنفس الطريقه، شو لود اساينز فريمز واللايف، واختارها لايف كده، كل اللودز ظهرت، تمام. بنفس السيكونس ده هتكملي بقيه اللايف لود، اللي هو تحط ده وبعد كده تحط الاثنين اللي فوق، تمام. وده اللود الترابيزويدال ده لسه شرحه هنا، تمام. هتخلص بنفس السيكونس ده، هتكمل لي بقيه الايه، هتكمل لي بقيه السؤال، تمام. طب هنا بيقول لك ايه، درو بيندنج مومنت دياجرام وشير دياجرام شير فورس فور ذا كيس اوف التيميت لود 1.4 زائد 1.6 اللايف. طب عايزين نعرف هنا ايه اللود كومباينيشن دي، هتدوس ديفاين لود كومباينيشن اد نيو كومبو، معلش انا قلتها بسرعه، هو ده بالراحه، ديفاين لود كومباينيشن اد نيو كومبو، وده مثلا هتسميه التيميت، تمام. انا بقول لك خلولي 1.4 اديت وتدوس اد زائد 1.6 اللايف وتدوس اد. هو كده هيعمل ايه؟ انا كده انا لو تفتكروا انا كنت حاطط له لودز كديد واللودز كلايف، هو هياخد لي اللود الديد ويضربه في 1.4، وياخد اللودز اللايف اللي انا معرفها ويضربها في 1.6، ويجمعهم مع بعض ويديني لودز نتيجه كيسس مع الت. هدوس اوكي كده، انا عرفت اللود وادوس اوكي، تمام. عايز ابتدي اجيب بيندنج مومنت والشير فورس دياجرام، خلاص بقى انا ابتدي اعمل رن. انت المفروض انت هتكمل بقيه اللودز اللايف، انا هنا مش مكملها انه بنفس السيكونس، يعني مش محتاج ان انا اعيدها. المودال لود هتدوس دونت ران كيس وهدوس ران، هتسيف الفايل مثلا، ده سيف اسمه 2 مثلا، جاب لي ديفورميشن بالمنظر ده، تمام. انا كل اللي يفرق معايا ايه، انا عايز اظهر المومنت والشير. هتيجي هنا ديسبلاي شو فورسز اند ستريسز فريمز او كيبل، مبدئيا تتاكد دي موجوده على الالت اللود كيس او كومبو الالت، وهتظهر لي ام اي 3 3، وهتختار ايه شو فاليوز اون دياجرام، تمام، وادوس اوكي جاب لك شكل المومنت، تمام. كده جبت المومنت، هاجي بقى من القايمة دي باختصار وادوس فريمز او كيبل واختار شير 2 2 وادوس اوكي جاب لك الشير، تمام.
كده انا تقريبا شرحت لك يعني ده اغلب الحاجات الموجوده، ودول نتيجه كيس الايه، كيس الالتيميت. طب اتاكد منين دول نتيجه كيس الالتيميت؟ بص هتلاقي فوق كده وانت بتاخد صوره زي دي، وانت بتاخد برنت سكرين تاخد بالك يعني تظهر لي الالتيميت دي، فتدوس عليها برنت سكرين او تدوس بسنيبنج بس تتعلم على الشاشه كده كلها، بحيث ان انا اعرف ان دي نتيجه كيس دي الالتيميت لود اللي هي 1.4 ديد زائد 1.6 لايف. ليه؟ لانك ممكن مثلا تيجي هنا ديسبلاي فور فورسز اند ستريسز وتظهر هنا نتيجه اللايف لود مثلا، تظهر لي المومنت. بص ده مومنت بس نتيجه هي اللايف لود، لا انا عايزه نتيجه الالتيميت لود مش عايزه نتيجه كده. فلما هتيجي هنا ديسبلاي فورسز اند فريمز او كيبلز وتختار دي الالتيميت، مهم 3 3، تدوس اوكي. ده المومنت اللي انا عايزه. كده خلصنا النقطه دي، هتظهر المومنت وهتظهر الشير وبنفس السيكونس ده، ما توقعش ان في حد عنده اي مشكله فيها. تمام. ايه كده اللي باقي تاني بعد ما هظهر دول؟ هتاخدهم لي في فايل وورد وتسمي الفايل باسمك والاي دي جنبه وكويستشن 2 مثلا. تمام. طب كده ماشي، انا خلصت كده النقطه دي. في حاجه مهمه عايز اشرحها، حاجتين مهمين عايز اشرحهم. اول حاجه هنا انا كنت بقول لك لما تيجي تدوس هنا وتدوس لي فريمز او كيبل يظهر لي ام 3 3 وشير 2 2. حد عايز يفهم ايه السبب؟ افهمك مفيش مشكله. تمام تعالى نتفق كده على حاجه، مكان بس فاضي اشرح لك فيه. مبدئيا لو دي عندك بيم وهنا سبورت وهنا سبورت، المومنت جاي ازاي؟ مش المومنت جاي حاجه بالمنظر ده؟ اتفقنا. تمام. طب لو افتكر معايا كده، انا كنت بقول لك ان الاكسات اللي عندك ده الاكس، تمام، وده الزد، ودوت الواي. طب دي الاكسات الايه؟ الجلوبال. لا في حاجه بقى جديده عايز اقولها لك. ايه هي؟ ان في حاجه اسمها اكسس لوكال. ايه لوكال اكسس؟ في اكسات للفريم ده نفسه. يعني انا بص لو جيت هنا هلغي الران مثلا وادوس اوكي، بص لو دوست على علامه الصح دي وظهرت اللوكال اكسس بتاعت الفريم، بص ظاهر لك ايه؟ هجيب 3 دي. بص في دي نوع اسمه اكسات لوكال، واحد احمر واحد ابيض واحد لبني. انا بسميهم عشان بس اقدر ان انا افهمك اساميهم، انا بسميهم ايه؟ ده الاكس الاحمر ده واحد، والابيض ده 2، واللبني ده 3. انا بسميهم اهلي زمالك انبي، بحيث ان انت اهلي تعرف ان ده واحد، زمالك تعرف ان هو 2 اللي هو لونه ابيض، وانبي تعرف ان هو 3. خلاص. طب تعالى هنا بقى نقول نفس الكلام، يعني ده اتجاه واحد وده اتجاه 2 وده اتجاه 3. طب ركز بقى معايا فيها هنا كده. يعني اذا معنى اللي انا بقوله معناه حاجة واحدة. ايه هي؟ معناه ان انا بقول لك ان ده كده واحد ودوت كده 2، واللي داخل اندبس كده اللي هو اللي انا مش شايفه ده 3. جميل جدا. طب ماشي تعالى بقى نشوف المومنت. مش ده المومنت؟ المومنت ده الارو بتاعه ازاي؟ مش ده سهم المومنت؟ المومنت حاجه كده بالمنظر ده، بيعمل لك هنا تحت تنشن وفوق كومبريشن، بس حاجه بالمنظر ده. طب الارو المومنت ده بيلف حوالين انهي اكس؟ ده بيلف حوالين الاكس اللي هو اندبس اللي جوه كده، صح؟ هو ده بيلف كده. تمام. يعني ده ام كام؟ ام 3 3، منطقي. طب تعالى نشوف الشير. طب الشير ده، مش الشير ده بيترسم كده كده وكده؟ طب ده الشير ده في اتجاه ايه؟ يعني انا لما اجي كده وارسم حاجات كده، ده في اتجاه ايه؟ ده في اتجاه 2، حاجات ان بلان نفسه، ففي اتجاه اللي هو طالع مع 2 او نازل عكس 2 اللي هو الاتجاه ده. عشان كده لما باجي بظهر بظهر ام 3 3 وشير 2 2. تمام. تمام. بس دي دي نقطة. وفي نقطة تانية، الحاجة اللي انا بقولها في الاخر دي انا عشان افهمك ايه الكونسبت، يعني ده عشان انت تبقى عارف ايه اللي انت بتعمله ده اصلا. ماشي، حاجة مهمة. طب حد هيقول إيه؟ ما حد سأل نفسه ايه الشكل، ايه المنظر اللي احنا حاطينه ده؟ ايه المنظر ده؟ المنظر ده بيقول لك حاجة واحدة. ايه هي؟ دي البيم اللي هي دي. طب حد هيقول لي ايه المنظر بتاع اللودز اللي محطوط عليها ده؟ خلاص. طب تعالى نفنط اللودز اللي محطوط على البيم دي. البيم دي عليها لود ب 10 كيلو نيوتن لكل متر ران، ده وزن البيم دي نفسها.
تمام. طب اتفقنا ان ده وزنه، طب ايه بقية اللودز اللي محطوط عليها دي؟ ثانية بس، انا همسح دول هنا، ان انا عايز اكتب بس في المكان ده بحيث ان انا اعرف اوضح لك الدنيا. تمام، اتفقنا اول حاجة ان ده وزن البيم نفسها. طب ايه تاني؟ ده وزن البيم اللي هو البيم دي، ده وزنها نفسها. طب ايه المثلثات اللي موجودة دي؟ طب خلينا نشرح اول حاجة المثلثين اللي موجودين فوق دول. لو تلاحظ ان دول، ده مثلث وده تريانج وده ترابيزويدال، ادي ده برضو مثلث وده ترابيزويدال. ايه ده يعني؟ البيم دي ده المثلث بتاعها اللي هو اللي موجود فوق، وده الترابيزويدال بتاعها، دول اللي هم دول. طب ايه، امال ايه الاروس دي؟ انا برضو مش فاهم ايه الاروس دي. بصوا يا جماعه، دي بلاطه انا بصيت لها من فوق، يعني مثلا دي بلاطه انا بصيت لها من فوق، ودي الكاميرات اللي موجوده عندي، يعني دي كاميرا ودي كاميرا ودي كاميرا، ودي بيم ودي بيم ودي بيم ودي بيم. تمام. طب تمام، طب اللود اللي متوزع ده لود ايه؟ بصوا يا جماعه، تخيلوا ان انا عندي بلاطه هنا واربع كاميرات، ده نفس الشكل اللي هو مثلا في اللاب اللي احنا بنقعد فيه، السيفل لاب. تخيل ان ده اربع كاميرات، تمام، ودي البلاطه. لو انت واقف هنا مثلا، واحد واقف هنا واحد واقف هنا، اللودز بتروح ازاي؟ اللودز بتتوزع عن طريق ان هي بتاخد اشكال المثلثات دي وتروح هنا للايه، للكاميرات. اتفقنا؟ طب بتروح لهم ازاي؟ بيتقسموا زي بعض بالتوازي عليهم كلهم، واخدين شكل اشكال المثلثات دي. طريقه التوزيع دي مش هتمك تعرفها ازاي. وهنا عشان الاسبان ده 4 متر، ده 5 متر وده 4 متر مختلفين، فواخد الاشكال شكل الترابيزويد ده. انا يهمني ان انت عرفت اللود ده المثلث والترابيزويد ده ان هم جايين من هنا. طب حد يسألني، طب ايه ده؟ طب الشكل ده بتاع ايه؟ احنا قلنا الشكل ده العشرة دول ده وزن الكاميرا نفسها. تمام، طب امال ايه ده؟ طب تعالى، ما هي الكاميرا دي شايلة من البلاطة دي مثلث، وشايلة من البلاطة دي ترابيزويد. طب شايلة ايه من البلاطة دي؟ برضو مثلث تاني. طب ايه ده؟ شايلة هنا برضو من هنا مثلث اللي هو ده؟ اللي هو المثلث ده. طب وشايلة من البلاطة دي ايه؟ شايلة من البلاطة دي مثلث ومثلث، اللي هما هنا مثلث وهنا مثلث تاني. طب ايه اللود بقى الكونسنتريتد اللي انت حاططه لي يا ابو 35 ده؟ ده اللود بتاع الكاميرا دي. ما هو هنا في كاميرا اللي انا ماشي عليها دي، دي بيم محملة على البيم دي، دي بيم محملة على بيم تانية، فحتى لود كونسنتريتد موجود في نقطة موجودة هنا. فهمت قصدي؟ ده الشكل اللي قدامك. ما يهمكش الشكل ده، مش هيفيدك في حاجة في الحل، بس انت عشان يبقى عندك كونسبت ايه اللي انت بتعمله ده، مش اكتر. تمام؟